مساء الخير عليكم. هنتكلم عن تطعيم مهم قوي النهارده، اللي هو من التطعيمات الخارجيه، اللي هو تطعيم المقاورات الرئويه او البريفينار او السنفلوريكس او الحاجات ديت. يعني التطعيم ده بيبقى تطعيم مهم قوي، بنديه للاطفال الاصغر من 5 سنين، خصوصا الاطفال اللي بيبقى عندهم مشكله حساسيه صدر او حساسيه انف او بيتعبوا بجهاز تنفسي كتير، او الاطفال اللي عندهم امراض مزمنه وماشيين على كورتيزون، او الاطفال اللي عندهم مناعة ضعيفة شوية. الأطفال دول بيبقوا عرضة إن هو يحصل لهم حالات من الالتهاب الرئوي، فبيبقى الأحسن إن أنا أدي لهم التطعيم ده بحيث إن أنا أبقى حاميهم بنسبة كبيرة من الالتهاب بالمرض دوت. تطعيم الالتهاب الرئوي ده بيبقى على حسب، أنا ممكن أديه للأطفال اللي أصغر من 5 سنين، بس بيبقى على حسب العمر بتاع الطفل، ببدأ أحدد الجرعات بتاعته كام جرعة بالظبط. يعني لو الطفل مثلا إحنا بنبدأ من عمر شهرين أو 3 أشهر، بندي 3 جرعات ما بين الجرعة والجرعة من شهر لشهرين، وبندي مثلا ممكن ندي جرعة كمان على سنة ونص ولا حاجة. يعني مثلا هندي على 3 و5 و7 وجرعة كمان على سنة ونص. لو الطفل أكبر من 6 شهور ببدأ أديله جرعتين بس ما بين الجرعة والجرعة من شهر لشهرين، يعني الحد الأدنى مثلا شهر. بعد ما بيتم السنة برضه بديله جرعتين، بس بيبقى الحد الأدنى ما بين الجرعتين شهرين، ما بديش على جرعات أقل من كده. لو الطفل أكبر من سنتين ببدأ اديله جرعة واحدة بس وخلاص. دي الفكرة بتاعت التطعيم اللي هو ضد يعني المقاورات الرئوية للالتهاب الرئوي. ده بننصح بيه زي ما اتفقنا كده الأطفال اللي مناعتهم ضعيفة، الأطفال اللي بيتعبوا بجهاز تنفسي كتير، بيبقى من التطعيمات المهمة جدا زيه زي الروتا والكلام ده. ولاحقا إن شاء الله أنا بنتكلم برضو عن بقية التطعيمات الخارجية. هو بس ده تطعيم كنت حبيت إن أنا أعمل هنت عليه بس مش أكتر. شكرا.